انيو، تعالى اوريكم النهارده ازاي نعمل صوص الكوتشوجان الكوري باقل مكونات، وازاي نخزنه، وطريقه عمل الربوكي. انا سوريا من كوريا ان ايجيبت لمختلف انشطه الثقافه الكوريه. اهلا بيكم في قناتي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. اول حاجه نبتدي من المكونات: كوبايه كوتشوكار، كوبايه دقيق الرز، كوبايتين من الميه، معلقه من الملح، معلقتين صويا صوص، ومعلقتين سكر. في طاسة على نار متوسطة هضيف كل المكونات اللي قلتها لكم قبل كده: كوبايتين المية، دقيق الرز، السكر، الصويا صوص، وكمان الملح. وطبعا المكون الرئيسي هو بودرة الفلفل الكوري الكوتشوكارو. هنقلب كويس قوي على درجة حرارة متوسطة. هفضل اقلب لحد ما يتقل القوام معايا بالشكل ده. هحط كل ده في علبة زجاجية او هحطه في علبة حفظ الطعام. وزي ما انتوا شايفين ان القوام تقيل قوي. هسيبه بره لحد لما يبرد، وهلاقي ان لونه اغمق شوية. هحط الغطاء عليه واقفله كويس قوي واحتفظ بيه في الفريزر. تعالوا نجهز الربوكي مع بعض. هحط كوباية كبيرة قوي من المية، سوسيس وشرايح بصل وجزر، وبعد كده معلقتين من صوص الكوتشوجان اللي عملناه مع بعض، وهقلب كويس. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة كبيرة قوي من السكر، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، وهقلب كويس قوي على درجة حرارة متوسطة. بعد كده هضيف التابوكي او كعك الارز. هقلب كويس قوي لحد لما يغلي ويتطبخ كويس معي. قبل ما انتهي من الوصفة باربع دقايق هضيف النودلز. هخليه يغلي كويس قوي، واقدر هنا اضيف نص كوباية من المية. بصراحة الريحة والشكل حلو قوي. كعك الأرز مطبوخ كويس جدا والريحة حلوة قوي. رشة سمسم وبس كده. وبكده اليوم عملنا صوص الكوتشوجان والربوكي مع بعض بأقل منتجات ممكن. شكرا جدا للمشاهدة، واشوفكم في فيديو جديد. أنيو.